أكد دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة أهمية التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ملف التنمية البشرية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن هذا الملف في مصر. وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شدد عبد الغفار على الحاجة لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رفع الوعي بأهمية التنمية البشرية. هذا وشارك الدكتور خالد عبد الغفار وعمر الفقي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في جوله تفقدية للخدمات الصحيه المقدمه لزوار مهرجان العالمين الذي تنظمه المتحده شملت عده انشطه رياضيه وسط حضور للاعلاميين والصحفيين والاطباء والطلبه ضمن فعاليات الحدث الترفيهي التنموي الاستثماري الاكبر.